ما شاء الله شيخ احمد، كيف حفظت يعني الان عمرك 3 سنوات؟ 3 سنوات صغير. نعم. وانت يعني بدات حفظ القران. نعم بدات حفظ القران عمرك 3 سنوات. نعم. كيف كانت طريقه الحفظ يعني وانت يعني شيخ احمد حفظك الله كفيفا؟ نعم. كيف بدات بالحفظ؟ يعني كان يقول يعني الشيخ يعني يسمعني الايه. نعم. وانا اكررها خلفه. ما شاء الله تبارك الرحمن. 5 ابتدائي يعني عمرك تقريبا 9 سنوات. نعم الحمد لله حفظت القران الكريم كاملا. الحمد لله. ماذا تتمنى يعني أن تصل بعد حفظ كتاب الله؟ ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ يعني ما هي أمنيتك؟ يعني وأنا الآن طالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. نعم. يعني أتمنى أن أكون يعني بعون الله سبحانه وتعالى معيدا بكلية أصول الدين بقسم التفسير عندنا إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، تحب التفسير، تحب. نعم. هذا العلم. نعم إن شاء الله. طيب جاهز للاختبار شيخ أحمد؟ إن شاء الله. لأن المشاهدون يريدون أن يعني يسمعوا هذا الصوت الرائع وبنفس الوقت يريدون أن يعرفوا إتقان الشيخ أحمد في القرآن. إن شاء الله. جاهز؟ إن شاء الله ما توفيق إلا بي. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الله يبارك فيك يا شيخ أحمد، القراءة جميلة ورائعة وإحساسك رائع وأنت تقرأ، ولكن رأيتك خاشعاً بهذه الآيات، لماذا؟ لأنها يعني تذكر بمواقف الآخرة. نعم. وتذكر أن يعني الدنيا مهما طالت والله لو علم الناس والله لو تذكروا وفكروا في هذا الموقف يعني لتركوا كل زينة الدنيا وكل متع الدنيا. صدقت شيخ أحمد بارك الله فيك، لكن الله يجعلنا وإياك ومن يشاهدنا من السعداء في الجنة وندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. اشترك معنا في هذه القناة بإذن الله، راح توصل لك حلقاتنا أول بأول، وساهم معنا في نشر هذه القناة.